اسعد الله مساكم مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقه جديده من برنامج سلام الكويت عبر شاشه تلفزيون الكوت. ونتكلم في الفقره الاولى من حلقتنا الليله عن موضوع مهم. دائما نتكلم عن التنميه وعن السياحه ونطلب الاهتمام سواء من الدوله او حتى من القطاع الخاص. حبينا نخصص الفقره الاولى اليوم عن هذا الموضوع ونتكلم عنه اكثر مع ضيفنا في الفقره الاولى، وهو الشيخ حمد فهد مالك الصباح، مدير عام شركه محليه لخدمات الزوار. مساك الله بالخير. الله بالخير والكرامه. يعطيك العافيه شيخ فهد. الشيخ حمد يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. بدايه خلينا نتعرف على الشيخ حمد عن قرب وتخصصه في هذا المجال. حمد الفهد من مواليد الكويت سنه 81. انا خريج جامعه الكويت علوم سياسيه. كملت دراستي ماجستير اداره اعمال في كليه ماسترخت الهولنديه. عملت في القطاع الحكومي 9 سنوات وتدرجت فيه الى مستوى مراقب. كان مجال عملي في الموارد البشريه شوي مع التخطيط شوي. شاركت مؤتمرات عن الموارد البشريه دوليه خارج الكويت. نعم. وحضرت العديد من الدورات داخل الكويت، مهتم بالامور الاداريه، اداره الافراد، اداره الشخصيات، اداره الاجتماعات. اللي خلاني اهتم في هذا العمل ان من اهتماماتي لاني احب السفر وايد. احب السفر، اهتم بالرياضه، احب القراءه، فاهتمامي بالسفر هو اللي جاب لي فكره انه اسس شركه تهتم بالسياحه والترويج داخل هذا اللي كنت بسالك عنه. نعم. يعني اشمعنى اخترت قطاع السياحه بالضبط. واهتماماتك في هذا الجانب، يعني كثره السفر والاهتمام بالرياضه وهالامور هو اللي شوي خلاك تميل. نعم. الى هالجانب. نعم. تحس شيخ حمد انه بالكويت عندنا حاجة لإنعاش قطاع السياحة، بما أن الكويت عندها ساحل جميل، في إمكانيات كبيرة للسياحة بالكويت، ولو أن البعض يقول لك الكويت حارة حيل بالصيف وباردة بالشتاء، ولكن وايد دول كذي وما شاء الله عندها السياحة منتعشة بشكل كبير. نعم الله يسلمك، أنا أيد القرار اللي تفضلت فيه. فعلا أنا أشوف أن السياحة موجودة داخل الكويت، لكن لا تظهر في الصورة اللائقة عليها، أو لا تظهر، خلينا نقول بعبارة أخرى، ما هي طالعة بالصورة المفروض تطلع عليها. السياحة موجودة، عندك مولات، عندك قوة شرائية في المطاعم، عندك عدد زوار ما هو هين سنويا حسب الإحصائيات اللي ذكرت في المطار، عندك من إخواننا في المملكة العربية السعودية لا يقل عن 1 مليون زائر. هذا يعني حسب ما ورد في الجرائد، انا حتى يعني ما بداني اجهز الارقام معاي، بس رقم ما هو هين. اخواننا بالخليج يحبون يزورون الكويت. بالضبط. لها نكهه خاصه. خلينا نقول يعني الكويت ناجحه في السياحه العائليه جدا، وهذه ميزه، لكن ينقصها الدعايه والاعلان وطريقه خلينا نسميها برزنتيشن، شلون هاو تو بريزنت كويت. انا هذا اعتقد انه ينقصنا هذا الشيء. يعني نحتاج اليوم في الكويت من قبل الحكومه بان يكون هناك توجه إعلامي لإبراز السياحة في الكويت وتنشيطها، حتى تعريف الناس في الخارج بأن الكويت بلد سياحي جميل من الممكن أن تقضي فيه أوقات جميلة أنت وعائلتك. بالذات إحنا نتكلم عن الكويت، يعني ما شاء الله، وهذه ميزة جميلة أن دولة محافظة. نعم. أيا كان يعني طابع السياحة فيها، ولكن تبقى دولة محافظة في محظورات، في أمور ما يقبلها حتى المجتمع بشكل. نعم. عام. صحيح صحيح بالضبط، انا ايد كلامك. ومو بالضروره تكون نفس دوله اخرى في نوع السياحه اللي فيها. احد المؤتمرات اللي كانت مختصه في السياحه اقيمت في الكويت سنه 2016 بتنظيم شركه ليدرز جروب، اللي تراسها الاخت العزيزه سيده نبيله العنجري، نوجه لها تحيه ام عبد العزيز. نعم. للامانه كان مؤتمر جدا رائع، كان جدا مختصر، كل الامور مهمه، جمعت جميع الاطراف اللي لها صله في السياحه وطلعت بتوصيات وايد حلوه. كان في احد الخبراء اعتقد من بريطانيا قال جمله وايد حلوه عجبتني. قال مو مطلوب من الكويت تصير نفس دبي ولا نفس السعوديه. صحيح. المطلوب منها تصير دوله سياحيه بلونها إيه، بطابعها إيه. فهذه الجملة وايد عجبتني، فعلا يعني المفروض نطلع بالصورة اللي احنا عندنا من عادات، من تقاليد، بطابعنا، بلوننا، باكلنا، خلينا نطلع بصورتنا اللي احنا عليها. صحيح. هذا اللي انا اشوفه، يعني عجبتني وايد هالجملة للأمانة. يعني ففعلا طبعا انا اشوف ان دور الدولة لازم تشجع، المسؤولية ما هي مسؤولية قطاع واحد دون قصور فيه،
لكن أنا أشوف دور الدولة مفروض يكون أكبر من كذي. هو عبارة عن مجموعة من الجهات لازم ترتبط مع بعض، من بلدية، من مطار، من داخلية، تسهيل الدخول، وسائل النقل لازم تكون وسائل مريحة. وهذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله ما اختراع من عندي، ذكروه من قبلي كل المختصين في السياحة والمجلات والتقارير تقول هالشيء. أي دولة تبي تنجح سياحيا لازم يكون فيها هذه العوامل. وإحنا متأملين ترى خير، يعني أنا قاعد أشوف جهود الدولة قاعد تشتغل، بس العجلة يمكن بطيئة شوي، ومحتاجين شوية ترويج عشان يريحون الناس يونسونهم. فنعم أنا أشوف أن دور الدولة أكبر من كذي، ولازم تدعم فيها الشيء. عندك مهرجانات، عندك مسابقات، الرعايات هذه كلها لازم تصير على مدار السنة، ما يعني حتى مثل مهرجان هلا فبراير أعتقد من سنة 98 ابتدى. إحنا نتكلم اليوم عن 19 سنة، ما كان يعني بقدر الطموح اللي كنا نطمح له بان هذا المهرجان فعلا يحول الكويت الى بلد سياحي، لانه محدود. الله يسلمك، محدود في ايام محدده، في شهر محدد. انت في عندك ارقام كبيره، نرجع الى الاحصائيات، عندي ارقام كبيره قاعد تدش المطار. هذه انا لو استغليتها صح حتى فتره الصيف اقدر استغلهم. نعم. في عندي فنادق، في عندي منتجعات بحريه، فلكن نرجع ونقول ينقصها بعض الامور التجميليه. نعم. وبعدين يعني لو يعني اذا في مجال بعدين في الاسئله يعني الموجوده ممكن ندش فيها ونتكلم اكثر، يعني نروح لها ان شاء الله شيخ حمد. وهم بعد مثل ما قلت يعني مهرجان اهل فبراير هو ما يكون الاساس لان مدته محدوده تقريبا شهر، ولكن يكون على الاقل شيء ترويجي لطول السنه بان اللي ييلك في هالوقت يحب انه ييلك في اوقات ثانيه حتى مو بس في هالمهرجان. اذا بنحول اليوم الكويت الى بيئه سياحيه جاذبه، أهم المقومات اللي يفترض أنها تكون موجودة كبنيان، كساحل شنو ممكن نسوي فيه، مشاريع ترفيهية للسياح، شنو ممكن اليوم نقدم للسائح في الفترة القادمة؟ بوجهة نظري الله يسلمك، أولا لازم في بنية تحتية قوية، هذا واحد. اثنين، السائح أو الزائر يبي مكان في نظام قوي، في وسيلة نقل مريحة وسهلة، في معلومات واضحة سهلة، ما يحتاج يوقف أحد بالشارع يقول وين أروح، ما له داعي. فلما تكون خرائط متوفرة، وسيلة نقل سهلة، نظافة، قانون، أماكن ترفيهية، حتى في بعض الخدمات عامة، المرافق العامة تكون نظيفة، هذه أمور أساسية. هذه طبعا بالإضافة، العامل الأساسي أنا بوجهة نظري أنه يكون في بيئة جاذبة للاستثمارات. أنا أثمن دور للأمانة هيئة الاستثمار المباشر متمثلة في وزارة التجارة اللي يرأسها الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، قاعد يقومون بدور وايد حلو، وايد جبار، قاعد يجذبون الشركات الكبيرة من المستثمرين، يعطونهم تسهيلات، يعفونهم بعض الضرائب، يسوون لهم رخص تجارية وهم قاعدين. أنا مو قاعد أسوق لهم، أنا قاعد أتكلم على إنجاز لهيئة حكومية قاعد تشتغل بجودة عالية وفريق كويتي، بالإضافة بدون بهرجة إعلامية قاعد يشتغلون. هذا اللي توني بقوله لك بالضبط، بدون بهرجة إعلامية، بدون بهرجة إعلامية ملينا من اللي يطلع وما عنده شيء، بس يبي يطلع وبس. فإحنا بالعكس نشكره هو شخصيا، وكل موظف إلى مسؤول يشتغل بإخلاص لهالديرة وإنجازاته تتكلم عنه. إحنا بحاجة اليوم إلى هذه الشخصيات. نعم، يمكن من الأشياء والأساسيات اللي لمحت لها في كلامك السابق شيخ، بعض الأشياء اللي ممكن تسهل على الناس، يعني نتكلم عن مشروع المترو مثلا، هل يكون من الأساسيات لتنشيط السياحة بالكويت أن يكون عندنا مترو؟ وهذا المشروع اللي صلى سنوات ويمكن قبل الدول إحنا طرحناه، واليوم هم نفذوه وانتهوا وخلصوا والناس شغالة وإحنا لليوم ما مشى. شوف الله يسلمك، مشروع المترو قصة طويلة وفي له عراقيل وقصص، إحنا ما نبي ندش بالسياسة وأمورها. أنا شخصيا شخص متفائل وشخص إيجابي. لا، حتى لو ما عندي مترو، أنا مجرد ما أطور وسائل النقل الموجودة، عندك باصات، عندك استراحة مالت الباص أطورها أحط فيها خرائط، عندك التكاسي، ليش ما أحط سيارات كلاسيكية ترمز إلى مثلا سنة من السنين من سيارات الكويت وأحطها بلون معين، وسواويق تاكسي مو أي، يعني وهم أسوأ سائقي السيارات هم، وهذا يعني حرام ما بيعمم، بس الأغلبية هذول يدشون دورات خاصة نفس نظام دبي، يتعلمون الخريطة، يتعلمون شلون يتعامل مع الزبون. أنت مجرد ما طورت هالأمور هذه العادية، أعتقد حتى المترو لو تأخر ما راح يأثر عليك. نعم. لأن مدينة الكويت صغيرة والأماكن القوية فيها قريبة من بعض،
فأنا أشوف لا نحط عائق أو شماعة والله المترو ما صار ما راح أقدر أسوي شيء، بالعكس أطور الباصات، أطور النقل العام، أطور نظام التاكسي. أنا أعتقد هذا عامل يغنيني عن ذاك لفترة معينة. نعم، يبقى لكن طموحنا دائما احنا نطمح للأفضل. طبعا للأفضل. كل شيء طبعا. عندنا فاصل شيخ حمد ونرجع ان شاء الله نتواصل معاك من بعد فاصل وراجعين، خليكم معنا. شيخ حمد، يعني تكلمنا شوي عن موضوع السياحة في الكويت وتكلمنا عن الدور الحكومي، خلنا ناخذ دور القطاع الخاص في تطوير وتنشيط هذا المرفق المهم وهو المرفق السياحي في الكويت. شلون تشوف دور القطاع الخاص في هذا المجال؟ الله يسلمك، دور القطاع الخاص دور مهم ولا غنى عنه في أي دولة من الدول إذا أرادت أن تنهض، ولكن علينا أن ندرك أن دور القطاع الخاص دائما يحسب الأرقام. القطاع الخاص عند الأجر مقابل العمل، القطاع الخاص ربح وخسارة، ربح وخسارة. أحسنت، القطاع الخاص عنده ثواب وعقاب. نعم. فبالنهاية أنا للأمانة يعني أثمن دورهم على صمودهم، يعني خصوصا الفنادق فترة من الفترات ما كان عندنا في ظل يعني فترة من الفترات ما كان عندنا زوار وايد، فوق هذا هم صامدين. صحيح. فالقطاع الخاص مهم وشريك أساسي في نجاح الدولة، ولكن إذا سهلت له الجهات الحكومية التعاون والأمور الثانية. يعني بالنهاية احنا نرد بنقول نجاح السياحة في دولة الكويت يتطلب فريق عمل متعاون بين قطاع خاص وحكومة. على سبيل المثال أنا كفرد من القطاع الخاص، دور شركتي سويت اجتماعات منظمة، باليوم كان يمر علي كذا اجتماع مع كل شخص معني بتطوير السياحة سواء كان عنده زوار ولا لا. كجهات حكومية تقصد؟ نعم، اجتمعت مع جهات حكومية ومع جهات خاصة. نعم. اجتمعت معهم شخصيا، في اللي متفائل، في اللي كان مستانس، في اللي مجامل، في اللي هم الربح والخسارة. فأنا كنت أمشي مع المتفائل مع الإيجابي، اللي نعم. ما هو إيجابي ما أكمل معه، ولا جايين اليوم هني اللوم أحد، احنا بالنهاية بنشتغل. فسوينا بروشورات تسويقية عن الكويت، الأماكن السياحية بالمجان على حسابنا، قلنا لهم حطوها عندكم، دزينا هدايا حق المتاحف، أعطوا زواركم. بس بالنهاية أنت كفرد ما تقدر تسوي كل شيء بروحك. صحيح. طلعنا رحلات بالباصات سياحية، فريناهم على المعالم، طلعنا مرشد سياحي معاهم، سوينا ورش تصوير للمزارع. يعني شوي حاولت كثر ما أقدر أن أغير من الطابع اللي لا بس مول ومطعم. بالنهاية ما راح أقول لك شنو النتيجة، لأني أنا إنسان إيجابي وأنا جاي ماني أحط اللوم، أنا إنسان يعني عشان تكون متفائل لقدام. بالضبط يعني. بالضبط. فاللي مديده ويتعاون يا حيها الله، اللي ما يبي كيفه. فبالنهاية أنا ما أنتظر أحد يشكرني، أنا بس كنت متوقع أن الأمور تتسهل، أن شخص من القطاع الخاص قاعد يدفع من جيبه بدون مقابل، قاعد يقول حطوا هالشيء أساس بس كصورة قدام الزوار في الكويت. نعم. لكن ما نبي نتكلم على ردة الفعل، لكن مو مشكلة، يعني احنا مستمرين إن شاء الله. نعم، هذا يأخذني بعد السؤال، يعني شيخ حمد بالنسبة لموضوع الاستثمار في القطاع السياحي، هل اليوم أصحاب الشركات التجار اللي مهتمين بالقطاع الاستثماري يخافون أن يدشون في القطاع السياحي لأن ما عنده ذاك النشاط، ما في ذيك القوة والاهتمام من قبل الدولة فيه؟ يعني اليوم نرجع للعتب، انه في عتب على الدوله بشكل عام. نعم. والحكومه بانها ما اهتمت او ما اعطت القطاع السياحي حقه اللي ممكن يدر شيء كبير للكويت. نعم. كمساند لمدخولها من النفط. هل اليوم المستثمر يخاف يدش القطاع السياحي؟ شوف الله يسلمك، اللي بيحدد مدى نجاح اي مشروع هي الارقام. والانسان الناجح يشوف شيء غيره ما يشوفه. احنا خلينا نرجع الى الارقام والاحصائيات. احنا يعني انا قريت احصائيه نشرت في جريده القبس تاريخ 7/4/2016 صفحه 26. شوف هذه الارقام وبناء عليها شلون المستثمر يخاف في ظل طبعا وجود قطاع نشط في وزاره التجاره قاعد يشجع المستثمر. فهي معادله وعلاقه طرديه، بما انا عندي ناس قاعد تجذبني وعندي ارقام تبشر بالخير، ما اعتقد ان الاستثمار في السياحه شيء يخوف. كان في عندهم معرض سوق السفر العربي ملتقى في شهر أبريل 2016. نعم. تخيل
هذا الرقم 457 مليون إيرادات السياحة، سياحة الأعمال سنة 2014. أنا ماني متأكد من دقة المعلومة، لكن عندي نسخة من الخبر هذا للتأكيد. نعم عندي إياه في هذا النسخة الجريدة. نعم. ما عندي الدقة إنه يعني حتى قريت حاولت أتأكد هل هالرقم هذا عن كذا سنة ولا سنة واحدة. أخذ المعلومة الثانية، عدد المسافرين في المطار 15 مليون مسافر سنة 2014. 15 مليون مسافر. 15 مليون مسافر. ساهم القطاع السياحي بنسبة 1.5% من ناتج محلي سنة 2015. ومن المتوقع، شوف هذه المعلومة، أن ينمو القطاع السياحي بنسبة 4.3% سنويا حتى 2025. يعني في ظل وجود المعوقات، في ظل وجود الوضع الحالي، قاعد يقول لك في زيادة 4.3% سنويا حتى 2025. نعم. في عندك فنادق قاعد تفتح جديدة موجودة. فالخوف من الاستثمار في القطاع السياحي اللي يرد عليه هي الأرقام والحقائق واللي قاعد يشوفها من مشاريع جديدة موجودة. إن الخوف لا مبرر له يعني. طبعا. بالإضافة في مجلة اسمها مأمور عجبتني، تكلمت عن المسائل الاقتصادية المطروحة في الكويت سنة 2016. فيا بطاري أغلب الأشياء اللي تميز فيها دولة الكويت ولازم تستغلها في السياحة. فقالت أدنى سعر تعادل مالي مقارنة دول الخليج اللي هو الدينار الكويتي. صحيح. فأضف على ذلك، خلينا نوخر على الأرقام شوي، خلينا نشوف الدول اللي ناجحة في السياحة ومن الدول الصناعية والمتقدمة واللي عندها موارد. نعم. لقيت تقرير في الإنترنت اسمه كوندي ناست ترافلر، نشر بتاريخ 12 شهر 12 2014. تخيل أفضل 20 مدينة عالميا في السياحة. شوف أسماء الدول اللي راح يجيب لك الطاريها، منهم ما عنده ولا شيء ومنهم عنده كل شيء لكن يهتم في السياحة وهي مصدر دخل رئيسي. نعم. رقم واحد من التوقع؟ رقم واحد بالسياحة بالعالم؟ نعم، في الدول يعني أفضل مدينة سياحيا على مستوى العالم والكويتيين يموتون عليها، عشان أسهل لك إياها. القاهرة؟ لندن. لندن؟ لندن رقم واحد. تايلند، باريس، سنغافورة، مع أنه مثل ما قلت ما في الهايد بارك يمكن موك شيء. بعدين تركيا مرتبة السابعة وماليزيا مرتبة الثامنة. يعني حتى لو تيجي على ماليزيا وسنغافورة قصة نجاح مو شوية هذيل. صحيح. ما عندهم موارد، كل نجاحهم صار على الإنسان البشري، بنوا الإنسان. نعم. فهذه الأرقام وهذه الأمثلة كلها أعتقد ترد على الخوف من الاستثمار في قطاع السياحة. يمكن بأبسط الإمكانيات تقدر مثل ما قلت أن أنت تكون لك قطاع سياحي جميل، ولكن يبقى طريقة الجذب. يعني في من يقول لك أن بعض الدول حتى مثل دبي طريقة الجذب عندهم بالشخص اللي يستقبلك بالبطار، بالتاكسي اللي يستقبلك، حتى الأماكن السياحية يعني إحنا عندنا إمكانيات موجودة، وعندنا يمكن الساحل مالنا ما شاء الله فيه الكثير من المشاريع اللي موجودة وتعتبر مشاريع يعني جميلة ورائدة وتجذب السائح. هل اليوم نحتاج إن نرتب هذه الأمور بحيث إنه بأبسط الإمكانيات مع وجود اللي موجود، ولو إن البعض يقول لك والله ما عندنا إلا الترفيهية واليوم الترفيهية بعد مسكرة، إن ما نحتاج بعد مشاريع ترفيهية كمدن كبيرة مثل مدينة ترفيهية وأكثر بعد. شوف الله يسلمك، نفس ما تفضلت وذكرنا سابقا، هي مجموعة من العوامل لازم تتداخل مع بعض. نعم. أنت تبي مطار منظم وفي إدارة ممتازة، أنت تبي تسهيلات في الدخول، تبي وسيلة نقل مريحة، تبي لوائح ونظم واضحة. المستثمر الأجنبي اللي جاي يحط فلوس عندك يبي يحس بالأمان، يبي يحس بالراحة، ما يبي يحس بعنصرية إن هذا أحسن من هذا، فلان أحسن من هذا. دبي ناجحة لأنها أسست أول شيء القانون. أنا حتى أذكر يعني أول بداية دبي كان حتى بالتلفزيون يحطون اللي خالف في الإشارات يصورونه ويقولون ليش معصب، لا تخالف عشان ما نصورك. تخيل، فللحين أذكرها. فهم ركزوا على أولا توفير النظام. أنت أسأل أي أحد في دبي يقول لك هني القانون على الصغير والكبير. فمن الطبيعي أنت لما توفر بيئة صالحة للحياة الكريمة لأي شخص فرد موجود على الوطن سواء كان مواطن وغير مواطن، طبيعي راح يرتاح، طبيعي راح يستثمر فلوسه، طبيعي راح يحس في الأمان، وطبيعي راح يسوي لك نوع من أنواع التسويق اللي يسمونه word of mouth. هذا ممكن يسولف حق جماعته تعالوا. نعم. فمن المؤكد أن هذا الكلام ممكن يصير أكيد. شلون نشوف اليوم نقيم عمل شركة المشروعات السياحية بعد كل هالسنوات؟ هل اليوم تحتاج نقول إلى ترميم
بما أن كثير من القطاعات يمكن المشروعات السياحية اليوم فعلا تحتاج إلى تطوير وتحديث وزيادة في الجذب للناس حتى على المستوى الداخلي. هو من الواضح الله يسلمك أن الأغلب الشعب الكويتي عليه عتب على المشروعات السياحية، هذا شيء واضح ما عليه خلاف، لكن للأمانة لا ننكر جهود قاعدة تصير في الخفاء الناس ما تدري عنها. أنا أتوجه من خلال برنامجكم الموقر بالشكر والتقدير لأخوي عبد الوهاب المرزوق رئيس المشروعات السياحية، إنسان قاعد يعمل بجد وبإخلاص وفي مشاريع قاعد تشتغل، وللأمانة هذا الكلام كان منه مباشرة لي خلال اجتماع وياه، لأنه كان من الناس الإيجابيين متفائلين وياه، استانس قال معقول عندنا شباب كذي تفكر. فأنا أطمن الناس ولا يحق لي أن أتكلم نيابة عن المشروعات، لكن المشروعات السياحية قاعد تشتغل بنفس آخر وبجودة عالية، لكن محتاجين شوية وقت، وهم إن شاء الله راح يصرحون وهم إن شاء الله راح يفرحون الشارع الكويتي. أنا ما أقدر أتكلم نيابة عنهم. نعم شيخ حمد، إذا نأخذ نظرتك للقطاع السياحي في الكويت في السنوات القادمة في ظل العوامل اللي تكلمنا عنها في هذا اللقاء، شنو رؤيتك لها؟ شنو تشوف؟ هل أنت متفائل أنه ممكن نشوف طفرة في النشاط السياحي عندنا؟ والله شوف الله يسلمك، أنا على الأرقام اللي قاعد أشوفها، على المؤشرات، على النشاط الحكومي اللي قاعد أشوفه الملحوظ، في اجتماعات قاعد تصير موسعة ما بين وزارة الإعلام والداخلية، المؤتمرات اللي قاعد تصير حول السياحة ومشاركات وزارة الإعلام خارجيا، أنا متفائل لأني أنا شخص إيجابي من الأساس. ولكن أريد وأقول لازم يوحد هذا العمل كله في قالب واحد، لا يصير العمل نفس ما هو معتاد، كتابنا وكتابكم هذيلا ما ردوا علينا كيفهم. لا أنا يعني حتى أقترح، وهذا إن شاء الله راح أوجهه آخر البرنامج كطلب من مواطن إلى حكومته، أنه بالعكس أتمنى أنه يكونون فريق متكامل ما بين الخاص والحكومة، وحتى دخلوا المشروعات الصغيرة، الشباب اللي وده يشارك المشروع يشجع السياحة بس ما يقدر لأنه مكلف ولأنه يحتاج إلى علاقات قوية مع القطاعين. فبالعكس أنا أشوفه يعني أن القطاع الحكومي قاعد تشتغل بنفس جيد، وكل أمل للأمانة في وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود للأمانة، ووجه له تحية له هو شخصيا ولكل فرد معاه بالفريق قاعد يشتغل بالخفاء. نعم. فأنا متفائل فيهم إن شاء الله. إن شاء الله نكون كلنا متفائلين بهالشيء، ومثل ما قلنا يعني التفاعل دائما يجيب الخير. الشيخ حمد أنا أشكرك جدا على تواجدك معنا اليوم من خلال هذه الفقرة. إذا في كلمة أخيرة حاب تقولها في نهاية هذا اللقاء. إيه نعم، أنا ودي أوجه خمس رسالات إذا تسمحوا لي والوقت يكفي. خمس رسالات في الكلمة الأخيرة بس يا مختصري لا تحاتي. رسالة الأولى هي شكر وتقدير لكم قناة الكوت على استضافتي لكم، على سعة صدركم واهتمامكم موضوع حساس ومهم. الرسالة الثانية هي شكر إلى كل من تعامل معي حتى لو مجاملة فأقول له مشكور. الرسالة الثالثة شكر وتقدير على دور الجهات الحكومية، مثل ما قلت من وزير إلى موظف، احنا محتاجين في هذا الوقت إلى ناس تعمل بصمت وإنجازاتها هي اللي تكلم عنها. صحيح. نثمن دور القطاع الخاص على صبره وعلى دوره وعلى مد يد العون، وقاعد أشوف أنه قاعد يتعاون مع القطاع الحكومي. وأخيرا رسالة طلب واقتراح، أن أتمنى من الجهات المعنية التي ترغب في تطوير السياحة أن تجمع الشباب المشروعات الصغيرة وتجمع القطاع الخاص، ويصير عمل منظم وفي خطة عليها توقيت، عليها أهداف واضحة، وبالتالي راح تطلع عندك نتائج. احنا محتاجين مؤتمر وتوصيات وندوة، أنا أقول كافي. أعتقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني لها تأثير كبير جدا في اقتصاديات الدول، ففعلا الاهتمام فيها شيء مهم جدا. طبعاً. شيخ حمد طبعاً. فهد المالكي الصباح اشكرك جدا مره ثانيه على تواجدك معنا في هذه الفقره، ونتمنى ان شاء الله نكون متفائلين ونشوف تطور للنشاط السياحي في الكويت في الفتره المقبله بجهودك وجهود ايضا العاملين في هذا المجال. كل الشكر لك. الله يسلمك، مشكورين. مشاهدينا انتهت الفقره الاولى، عندنا الفقره الثانيه ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.